في قلب محافظة كفر الشيخ ينبض أمل جديد ورؤية مستقبلية واعدة. مشروع يجمع بين الفخامة والرفاهية ليصبح مركزا للترفيه لكل أبناء المحافظة. مرحبا بكم في انطلاق التشغيل التجريبي لنادي الخالدين الذي انتظره أبناء محافظة كفر الشيخ لسنوات تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ. تم تطوير حديقة وفندق الخالدين لتكون الوجهة الأولى للترفيه والرفاهية في المحافظة. هنا تجتمع الأناقة مع الابتكار في التصميم ليضع معيارا جديدا للتميز، بما في ذلك قاعة للأفراح والمناسبات تتسع 350 فردا مصممة بأحدث الديكورات والخدمات لتجعل من كل مناسبة ذكرى لا تنسى. استمتعوا بتجربة طهي فريدة في مطعمنا الذي صمم ليقدم لكم تجربة لا مثيل لها وأشهى المأكولات المحلية والخدمة الممتازة. وسط أجواء لا تضاهى ولمحب الرياضة ومن يعشقون النشاط والحركة، يقدم النادي تجربة رياضية متميزة. حمام سباحة مدهش، ملعب بادل تنس من الطراز الأول، وصالات للألعاب المتنوعة تناسب جميع الأعمار. استمتعوا بإقامة فندقية فاخرة. حيث تمتزج الرفاهية مع الهدوء لتجعل من إقامتكم تجربة فريدة. ويقدم النادي لأطفالنا منطقة بلاي ستيشن حديثة توفر لهم الترفيه والمتعة في بيئة آمنة. نادي الخالدين ليس مجرد مشروع، هو جزء من رؤية شاملة لتطوير محافظة كفر الشيخ، تهدف لإنشاء مساحات خضراء وحدائق عامة توفر بيئة صحية وجذابة للجميع، ليكون وجهتهم الأولى لكل ما هو ترفيهي ومبهج. هذا المشروع الرائد هو ثمرة جهد وتعاون فريق عمل متفان ليكون نادي الخالدين نبض الحياة الجديد ورمزا للابتكار والتميز، ليفتتح أبوابه لكل أبناء محافظة كفر الشيخ.